السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه اخواتي واصحابي الغاليين من كل مكان حوالين العالم. في اسئله كتيره جدا بتقعد تسال على القناه، بتكون اغلبها متشابهه وكلها تقريبا تكون واحده، ونفس السؤال ممكن تلاقي اكتر من واحد بيساله. لذلك النهارده جمعنا اكتر 20 سؤال ممكن يساله هاو تيور الزينه في الورقه الجميله دي، وان شاء الله هنجاوب عنها وهقول لكم رد على اشهر 20 سؤال بيقول دايما على القناه، عشان بعد كده لو عندك اي سؤال ترجع للقائمه دي وتعرف هل السؤال بتاعك دوت له اجابه ولا لا، بحيث احنا نوفر عليك يعني الوقت، لان ممكن في اسئله تكون انت عاوز تسالها كمان ومحرج انك تسالها. فانا هوفر لك الكلام ده كله، هبدا بقى ان شاء الله اجمع لكم الليسته دي او اقول لكم ردي على الليسته دي كلها واحد واحد. فيلا بينا نبدا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه، ليه العصافير مش بتبيض؟ العصافير علشان تبيض لازم تكون انت متاكد ان هم ذكر وانثى، يعني يكون عندك وليف ذكر وانثى، الطرفين يكونوا موجودين عندك، ولازم تكون متاكد ان هم وصلوا للسن المناسب للتزاوج. السن المناسب للتزاوج للعصفور بيختلف من نوعيه لنوعيه اخرى، تمام؟ طيب حاجه كمان، ان القفص يكون ثابت وان العش يكون كويس نظيف مفيش فيه اي حشرات، والتغذيه متنوعه عند الطير بتاعك. بذكرك لو لسه اول مره تشوف القناه بتاعتي ما تنساش تعمل اشتراك ولايك للفيديو. يلا بينا نكمل. سؤال رقم 2، العصافير مش بتشرب. العصفور طبيعته او طبيعه طيور الزينه مش بتشرب كميات كبيره من الميه، فكل عصفور ممكن يشرب نص سنتي ميه او سنتي واحد بس خلال اليوم، فده طبيعه العصفور لان حجمها او تكوينها اصلا صغير، فمش محتاج كميه ميه كبيره زينا كبني ادمين. سؤال رقم 3، اكل الطيور ضعيف. الطيور عامه في موسم الصيف بيبقى اكلها ضعيف، اما في الشتاء بيكون اكلها كتير، لكن لو لاحظت على العصفور بتاعك ان جسمه ضعيف او نحيف زياده عن اللازم، يبقى ده ممكن يكون عنده ديدان او عنده مشاكل في المعده، وده اتكلمنا عنها قبل كده في فيديو هنا على القناه اسمه علاج التسييف عند طيور الزينه او النحافه. فممكن تعمل سكرول بس كده، تقلب شويه كده على القناه هتلاقي فيه ردود للاسئله اللي تبقى جايه على بالك، معمول لها فيديوهات كامله باذن الله. سؤال رقم 4، العصفور متشعلق في القفص طول الليل. السؤال ده سألهوني واحد كان تقريبا من المنيا او من سوهاج حاجه زي كده، وكان الساعه 2 بالليل صحاني من النوم عشان يقول لي العصفور متشعلق وانا مش عارف انزله ازاي، كل ما انزله بيطلع تاني. ف الموضوع ممكن يبقى بالنسبه لكم حاجه، او الاسئله اللي هقولها دي ممكن تبقى بالنسبه لكم اسئله هايفه، بس انا بالنسبه لي انا كواحد كنت بربي زمان كانت الاسئله دي بالنسبه لي قويه جدا، وكان نفسي اعرف لها رد، وده اللي خلى الراجل يكلمني الساعه 2 بالليل ويصحيني من احلى نومه. بص يا جميل، انا مزعله طبعا من حاجه زي كده، ودي حاجه بالنسبه لي عاديه لان انا فعلا كنت ببقى حقيقي عاوز اسال حاجه زي كده. فلذلك احنا عشان كده عملنا الليسته بتاعتنا بتاعت الفيديوهات ديت. العصفور بطبعه او بطبيعته ممكن ينام على اي وضع هو حبه، ممكن يشعلق في زاويه، ممكن يشعلق في اي حاجه وينام، ممكن ينام وهو متشعلق على المحار على المساكه، فده شيء طبيعي جدا عند طيور الزينه. زي انت كده، انت مش ممكن تنام على جنبك اليمين وجنبك الشمال، حد بيقول لك حاجه؟ لا، فسيب العصفور براحته وما تقولوش حاجه. فسيبه ينام على مشعلق، ينام واقف في الجنب، ينام على الارضيه، ينام في ركن كده في القفص، ده شيء طبيعي جدا. اهم شيء ما يكونش باين عليه اي اعراض مرضيه، لان ساعتها بقى كده ممكن احنا نبقى محتاجين نديله علاج. لكن ما فيش اي اعراض مرضيه عليه ونايم نومه طبيعيه، متشعلق على جنبه مش عارف ايه، سيبه براحته. سؤال رقم 5، خمسة هو ازاي اعرف ان طيوري شغاله؟ هتعرف ان طيورك شغاله لما يكون الذكر والانثى بيقوموا بطقوس التزاوج وواضح عليهم علامات البلوغ. طيب ازاي؟ هتلاقي مثلا عند الانثى لو هي شغاله قبل كده هتلاقي المجمع عندها متدلي والمنطقه بتاعت الاخراج دي حجمها كبير شويه، وعند الذكر في البادجي هتلاقي الكير مزرق كده وزهري قاتم في الطيور النورمال، اما في الطيور اللي هي زي الفواتح زي الالبينو واللاتينو هتلاقي الكير بتاعهم كده الوردي بتاعه لونه قوي وداكن، والعصفور حركته قويه وجسمه كويس وممشوق. بالنسبه بقى للكوكتيل، هتعرف عن طريق طول وجسم الريش الموجود، يعني طول جسم العصفور او طول الريشه وحجم العصفور كده يكون مليان وشكله كده كويس، فده هتعرف من خلالها، وتستفيه ريش العصفور وسلوكه داخل القفص. العصفور مفيش حاجه اسمها تعرف ان العمر بتاعه بالظبط كام من خلال عدد الريش، لان دي بتبقى حاجه غير معلومه خالص، ولكن انت ممكن تعرف من خلال سلوك العصفور قدامك وطقوسه اثناء التزاوج او شكل الجسماني بتاع العصفور. السؤال اللي بعد كده رقم 6، ايه افضل مقاس لقفص البادجي او للكوكتيل؟ قفص البادجي احسن مقاس له يكون 40 في 40 في 40، ده افضل شيء، لو انت كبرت عن كده يكون احسن. طب بالنسبه للكوكتيل، اسلم حاجه يكون الارتفاع ما يقلش عن 60 والعرض 50 والعمق 50.
طيب لو قل عن حاجة زي كده، لو قل شوية زي الأفاصيل اللي موجودة في السوق، موجودة ارتفاعها 55 وعرضها 45 والعمق 40، دي برضه كويسة وبتشتغل عادي فيها الكوكتيل، ولكن ما يفضلش انك تشتغل في الصغير، حاول قدر الإمكان تكبر القفص لأن ده هيعود على العصفور بتاعك بالنفع في النهاية. السؤال اللي بعد كده رقم 7، العصفور بيتجوز غلط، بيتجوز بطريقة أو بوضع غير صحيح، ده بيكون ناتج ان الذكر لسه ما عندوش خبرة في التزاوج، والمفروض الانثى بتساعده بان هي بتقوم بتعديل وضعه اثناء التزاوج. طيب لو الانثى ما ساعدتوش والعصفور اتجوز غلط، سيبه زي ما هو، العش اللي بعديه اتعلم وهيبقى كويس. طيب العش اللي بعديه ما اتعلمش ونفس الوضع وبيتجوز برضه غلط، نعمل ايه؟ في الحالة دي يبقى لازم نغير الانثى ونجيب له انثى تانية هي اللي هتعلمه ازاي يتزاوج صح، هتصحح وضعه اثناء ما هو بيقوم بعملية التزاوج او التكسير زي ما بيقولوا عليها. طيب رقم 8، يعني ايه سبلت؟ سبلت يعني صفة العصفور حاملها موجودة في تركيبه الجيني ولكن مش ظهر عليه، علشان تظهر عليه لازم تجوز العصفور علشان تفرخ منه او تنتج منه ويبان قدامك العصفور ده هو سبلت لصفة ايه. سؤال رقم 9، العصفور طلعته من القفص ومش عارف يطير، هو طبيعة العصافير بما ان احنا حابسينها في مكان ضيق والفترة طويلة، لما تيجي تخرجها من القفص مش هتعرف تطير خالص، وهيبقى بالنسبة لها الطيران شيء صعب لان هي اتأقلمت على ان القفص المكان اللي موجود فيه محدود فطيرانه مش كبير، وحتى لو حاول يطير هيطير يدوبك كام متر وبعدين هتلاقيه يقع. طيب اعمل ايه؟ لو انت بعاوز تخلي العصفور او انت تستمتع بجمال العصفور وهو عمال بيطير قدامك، ممكن تسيب العصفور في اوضه لمده يومين ثلاثه، وبعد كده العصفور مره في مره هيقعد يحاول يطير لحد ما مره في مره هيعرف يطير، لكن مش من اول يوم بعد ما تخرجه من القفص او من اول ساعه تلاقيه هبه كده يقوم طاير ويتاقلم بقى يطير من مكان لمكان، لان انت خلاص انت اصلا عودته على ان هو ما يبقاش عنده لياقه ان هو يطير من مكان لمكان بسبب حبستك في القفص ليه لفترات طويله. سؤال رقم 10، ليه ريش العصفور بيقع؟ ريش العصفور بيقع دوت نتيجة تغيرات المناخ من طقس لطقس، من صيف لشتاء لربيع لخريف، او من نقل العصفور من مكان لمكان، او بسبب تغيير نوعية الاكل، فده اللي بيخلي العصفور يوقع ريش، وتوقيع الريش دوت اسمه قلش. طيب سؤال رقم 11، يعني ايه هو القلش؟ هو اللي احنا قلنا عليه دلوقتي، ان في ريش بيقع من جسم العصفور. سؤال رقم 12، يعني ايه سوس الريش ويعني ايه الفاش؟ سوس الريش دوت عبارة عن ريش بيقع من جسم العصفور، والمنبت بتاع الريش هتلاقي لونه اسود، ده اسمه مرض سوس الريش، يعني الريشة بتقوم وقع من جسم العصفور، وبالاخص هتلاقي الريش اللي يقع عند العصفور هو الريش بتاع صلحات الطيران والريش بتاع الديل. طيب الفاش بقى الفرق ما بينهم؟ الفاش عبارة عن حشرة صغيرة، يعني اقول لك قد ايه، اقل من الملي، حاجة صغيرة كده بتشاف في دوبك بالعافية، بتبقى موجودة في اي حاجة خشب موجودة عندنا، يعني انت لو فتحت عندك النيش او درج المكتب ممكن تلاقي جواه فاش. الفاش ده عبارة عن حشرات صغيرة كده دقيقة بتقعد تعيش في البياضات او في العشوش بتاع طيور الزينة، وفي منها انواع ممكن تبقى موجودة على العصفور نفسه وبتمص الدم بتاع العصفور، فالفاش ده حشرة خطيرة لازم نتخلص منها. سؤال رقم 13، ايه هي البياضة او المكسم؟ البياضة هو البيت بتاع العصفور، طبعا المصطلح بيفرق من مكان لمكان او من دولة لدولة. البياضة او البيت هو البيت بتاع العصفور او العش الخشب اللي العصفور بينام جواه، هو ده اسمه البياضة او المكان اللي بيبات فيه العصفور، وده اللي بيبيت جواه العصفور، عشان كده اتقال عليه بياضة. ايه هو بقى المكسم؟ المكسم ده العصاية اللي بيقف عليها العصفور، سواء اذا كانت العصاية اللي خارجة من البياضة او العصاية اللي واقفة اللي بيتزوج عليها العصفور اللي جوه القفص، فممكن تقول على الاتنين مكسم. رقم 14، ازاي اعرف سعر الطيور؟ هتعرف سعر الطيور عن طريق العروض اللي بتكون موجودة على الفيسبوك او على وسائل التواصل الاجتماعي ايا كانت، فده اللي بيحدد لك سعر الطير، بتشوف الناس بتبيع بايه وتبيع زيها. الطيور ملهاش تعريفة ثابتة، انا عندي عصفور انا ممكن ابيعه ب1000، في غير هيبيعه ب2000، في غير هيبيعه ب500، فكل واحد بيبيع بالسعر اللي يعجبه. انت بقى بتعرف السعر منين المناسب؟ عن طريق انك تخش على الانترنت وتشوف بقى الناس اللي بتبيع بسعر كام ومتوسط السعر كام، والافضل عشان تشتري خليك مع حد يكون امين عشان يديلك سعر يكون كويس بما يرضي الله، ويوفر عليك وقت ومجهود في البحث والعناء، لان كمان ممكن تشتري الطير بسعر كويس ولكن الطير يكون تعبان ما ينتجش وما يبقى فيه مشاكل هو يعني ما يعرفهاش غير بس حد يكون خبير في الطيور، فوفر على نفسك واشتري احسن من حد يكون خبير. سؤال رقم 15، وبعتذر على التطويل، ازاي ابيع طيوري او ابيع طيوري فين؟ هتبيع طيورك
يا اما على وسائل التواصل الاجتماعي زي الفيسبوك سوق دوت كوم، او يا اما هتبيع في محلات طيور الزينه للتجار في الاسواق، الجيران، اصدقائك، دول اكتر من حاجه ممكن تبيع فيها طيورك. زي حالتي كده بنبيع مثلا عن طريق الرقم التليفون، عن طريق القناه لو انت يعني بقى في ليك متابعين. رقم 16، ازاي او ايه هو افضل تركيبه حلوه واكسب منها؟ السؤال دوت بيعتبر من الاسئله الغلط اللي بتيجي، ولكن الصح انك تسال تقول انا عاوز اعمل التركيبه الفلانيه، فازاي اوصل للتركيبه دي علشان خاطر تقدر تنتج العصفور اللي انت عاوزه، مش العكس. يعني انت المفروض تقول انا ازاي اعمل تركيبه اللاس وينج، فانا اقول لك ازاي اعمل تركيبه مثلا الاوبلاين تركواز مثلا، نقول ايه، سينامون، فانا اقول لك التركيبه دي ازاي في الروز مثلا. خلينا في الكوكتيل بما انه تخصصنا اكتر كوكتيل وبادجي، ازاي في الكوكتيل انتج مصبع بالفالو؟ فكده يعني ده السؤال الصح. سؤال رقم 17، اكل البادجي ايه والكوكتيل؟ الاكل بتاع البادجي بياكل بلقم وفلارس الاثنين زي بعض. طيب نسب الاكل الاحسن للاثنين، البادجي انا عن نفسي بحط له 2 كيلو بلقم عليهم نص كيلو فلارس، يعني تقريبا كيلو وربع كيلو فلارس. بالنسبه للكوكتيل بحط كيلو بلقم وتلت كيلو فلارس، او 3 كيلو بلقم وكيلو فلارس، بس بزود النسبه بس شويه مع الكوكتيل عشان بيحتاج تغذيه اكتر. رقم 18، هل طيور الزينه تربيتها بتكسب؟ طبعا بتكسب الحمد لله، وتقدر تعتمد عليه ويكون مشروع كويس ليك. ولو انت شغلت دماغك واعتمدت على التركيبات ممكن كمان تحوش منهم وتعمل حاجات كويسه لمستقبلك. رقم 19، ليه العصافير بتعض؟ العصفور بيعض لان هو طبيعته ان هو يدافع عن نفسه لما حد يمسكه، فهو عاوز يقول لك اوعى سيبني ما تمسكنيش. هيعمل ايه؟ هيتكلم؟ ما بيتكلمش. فالوسيله اللي بيقدر يعملها ان هو يعضك عشان يخليك تسيبه وتبعد عنه، تبقى تنفر منه وتسيبه وما تمسكوش تاني. طبعا ده غير الطيور بقى المروضه مش بتعمل كده حتى لو مسكتها. رقم 20، اشرب الطيور ميه بعد التاكيل اليدوي؟ وده يعتبر اخر سؤال معانا. التأكيل اليدوي بيكون اصلا معمول بخلطة مية، فمش محتاج انك تضيف كمان مية للعصفور يشربه بعدها، فبيبقى كده مية زيادة عن اللازم، والعصفور طبيعته ما بيحتاجش مية كتير، فطبيعة خلط الاكل بتاع التأكيل اليدوي بيكون داخله مية، فمش محتاج انك تشرب عصفورك مية. ده كده كانت الليستة بتاعتنا بتاعت اشهر اسئلة طيور الزينة. اتمنى تكون استفدت من الفيديو، ما تنساش بقى تدعمنا باللايك الجميل بتاعك وتشترك في القناة لو كنت لسه ما اشتركتش، والشير رجاءً عشان غيرك يستفاد بالفيديو. اسيبك على خير، السلام عليكم.